هل أنت غاضب من سياسات بوتين؟ هل هذه هي الحياة التي حلمت بها؟ أسئلة طرحت ضمن فيديو عاطفي أعدته الاستخبارات الأمريكية لمحاولة تجنيد المزيد من الجواسيس الروس، وهذه خطوة قد تصب الزيت على النار في العلاقة المتوترة أصلاً مع موسكو. لكن ما الهدف الأساسي من هذا الإعلان الأمريكي؟ وكيف سيتواصل الروس مع CIA؟ الوكالة نشرت الفيديو على منصة تيليجرام كونها الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها الروس للحصول على معلوماتهم، وتقول إن هدفها هو معرفة الحقيقة بشأن روسيا، وإنها تبحث عن أشخاص موثوق بهم يمكنهم إخبارها بهذه الحقيقة لتحسين أوضاعهم. في الوقت ذاته تقول إنها لا تسعى إلى إثارة تمرد أو تغيير النظام في موسكو. CIA طلبت ممن يرغب في التواصل معها استخدام متصفح تور للوصول إلى الشبكة المظلمة أو دارك ويب وأدوات لتشفير الاتصالات. أما عن توقيت نشر الفيديو، فيقول مسؤولون في الوكالة لCNN إن الحرب في أوكرانيا تعد فرصة غير مسبوقة ويريدون استغلالها. في المقابل وفي أول تعليق لموسكو على الإعلان الأمريكي، أكد الكريملين أن الأجهزة الأمنية الروسية تراقب هذا الفضاء بالطريقة الضرورية. برأيكم، هل سيكتفي الكريملين بهذا الرد فقط؟